اليوم اهم اتفاق كبر المرأة كبر المرأة انت هول وراء من وقت ما جيت على الحلقه مدينه كثر الاسئله لا مش كثير بس انه يعني معنا انت 4 سنين عم تقول ما طليت يعني عم طلع الفرق هنا طلع الفرق اليوم الحدث التاريخي اللي صار عنا هو الترسيم النفط اليوم انت كيف تقرا اتفاقية الغاز هل بتقول انه نحن قادمين على ايام احلى رح يصير في نوعا ما استخراج للغاز رح نصدر لبرا رح نفوت هالعملة الصعبة اللي الكل ناطرها الودائع اللبنانيين اللي معولين بعد 5 سنين ترجع لهم شوفي انا يمكن علقت قبل اي ما هيدا التعليق انت رح تحكي عنه لا ترسيم لا حكومة لا رئاسة حافظينه صحيح بس قلت شو قلت انا شو قلت, قلت مؤقتا حاليا يعني ما قلت انه احسنتها كليا قلت لا ترسيم ليش؟ انه اليوم ترسيم اذا اسرائيل مستفيده حترسم انا وضحتها بالنقطه يعني عم شوف لك العنوان ايه اوكي اوكي لا مضبوط ثلاثه ايه لا, لا ترسيم لا لا لا. بس ما كنت عم بتقول ما حددت انه مؤقتا او لا كملي انه بالوقت الحاضر قلت انا بالوقت الحاضر ولكن نعم. اخذت عليك ماخذ هلا وقالوا لك انه ما عندي اشكال طيب اليوم الترسيم البعريني لصوت الناس لا ترسيم حدود ولا حكومه ولا رئيس جمهوريه في الوقت الحاضر طالما لا تفاهمات كبيره لبنانيا خسرتها نعم. لبنانيا مع انه عاده السياسيين بيعرفوا انه الطبخه خارجيه كل طبخاتنا نحن كل طبخاتنا خاصه رئيس جمهوريه لا الحكومه لا لبنانيا انا قلت ما في يمكن إلى كمالي بعتقد في شيء هون صح هذا العنوان الكبير لا انا قلت كمالي رئاسه الجمهوريه انا بقول لحد هلا بعد بده يجي الوحي من برا قلتها كمان بالحرف الواحد قلت بس يجي الوحي بيصير في رئيس جمهوريه الحكومه شغلتها داخليه وصار عندي قناعه 100% موضوع داخلي بامتياز ما حدا له علاقه بالخارج ابدا انه في حكومه او ما في حكومه ترسيم الحدود برجع بقول لك انه قلت لك اذا اسرائيل مستفيده حتشوف الترسيم وقع هلا قلت انا لا ترسيم لانه بتشوف وقتها كان في انتخابات اسرائيليه كان في شيء مع شيء ضد في واحد عم يشد شعبيته على حساب الترسيم وكله اوكي الامريكان فرضوها لانه هلا اوكرانيا بوضع بدهم غاز صار موضوع الروسي صار مضطرين انه يعملوا غاز لحتى يريحوا الخارج ما يريحونا نحن نحن هون الوضع الداخلي هون صار كل واحد ينسبوا له هذا الانتصار وهون نحن الثقه المفقوده من السياسيين انه اي مدخول كيف قصدك موضوع بترسيم كل واحد صار ينسب بتعرفي هلا ما في بطولات كثير صار خلي الشعب اللبناني ينتصر شي مره حج بقى كل واحد طب هو انت حوله. برايك الانتصار لمين؟ مره الشعب اللبناني حسب عم ينحكى هلا كل واحد عم ينسبوا لحاله هالحزب فلان وهالتيار فلان طب برايك انت ما انت بتقرا سياسه الشعب الشعب اوكي على راسي الشعب هو الانتصار الشعب هو بفرحه بس اذا ما الشعب انتصر اذا ما ارتاح يعني شو الدولار لحد هلا بعدنا بعد 3-4 سنين حتى ينزل طيب الشعب بده يعيش هلا قديه في يصمد هلا قديه في يستمر هلا طيب اذا بقول لك هلا انا يعني الحاله اللي انا عم يشوفه هلا اوقات بقول لك بهرب ما بدي اشوف الواقع اللي شايفه فوق اوقات بحيد يعني انه انا عندي يعني ترابلوس. يعني عندي من نوع قديش عندي قلب حاضر نفس الوقت في عندي عاطفه كمان ما بتاثر مع ناسي انا وقت الواحد بيقول لي والله بالمستشفى دخيلك كذا 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 بشوف اوقات بخلق له حجه انه يلا بشوف بحكي مع فين بحكي مع فلتين بهذه الحاله طيب نحن اسا لحد هلا ما بدي هلا اجي اقول والله نحمل دغري ترسيم لحد الحدود البحريه هي حتحل لبنان دغري بلحظه اكيد لا بس اسا لحد هلا نحن اذا بدنا نتغنى خلينا نتغنى نشوف نلاقي مخرج ننزل هالدولار يعني يلاقوا مخرج هالدولار يعني. لوين بعرف انه هذا مش من اختصاصك يعني ومش من ضمن اختصاصك ولكن بتسمع كثير عن هالدولار اللي صار عم يتخطى هلا ال 40,000 بفتكر 40 و500 اليوم إذا ما عم أنا والله ما سألت عنه اليوم ما بعرف 40 و500 طيب يعني 40 هيدا هاجس الناس صار يعني كل يوم بفيقوا قديه الدولار نزل طلع هن توقعوا إنه مع اتفاقية الترسيم ينزل هلا متوقعين على إنه إذا بصير في حكومة بينزل الدولار هذا الحكي عم ينحكى معنا والحكي الثاني متوقعينه إنه عند انتهاء عهد الجنرال عون بينزل في خبير كان هلا على الأو تي في من شوي عم يقول إنه الدولار عطلوا منيح عم بتابع الأو تي في لا وقت بتابع يعني ما انا مش يعني ما فيها لا انا ما عندي حقد على حدا مشان تعرفي انا اذا بعترض بالتصرف بالتعاطي بالاسلوب بالخطاب يعني انا وقت كنت ماشي مع حزب الله ومع تيار الوطن الحر انا كنت اعترض على خطابات تطلع كنت اقولها لاحد شبابنا
شايف كنت علاقة أنا طيبة بالعونية، كنت له هذا الخطاب ما حيعمر البلد. مين هو اللي على علاقة طيبة معه؟ جيمي جبور معروف إذا مستحي يعني. لا عادي فيك تقول. عادي يعني كنت أنا دائما له. بعدك على علاقة طيبة معه؟ لا علاقة طيبة. تنتقده بتقول له انتقاداتك على التيار الوطني؟ بيسمعهم اوقات هو بيقول لي انتقل شوي اوقات وبيقول لي كذا مره فتره زعل يمكن يعني حقه من هي هو بشر بالنهايه طبعا اكيد من هي حقه انت بتقبل حدا يقدي اعتراض على ادائك كثير؟ ايه ده لا بتتحمل عسيره الاعتراض سقف معين هيدا سؤال شخصي سقف معين بتتحمل اللي تحملوه يعني هلا عم بحكي بكل موضوعيه انا بتعرف انا موضوعيه كثير حياديه تتحمل اللي تحملوه التيار الوطني الحر على مدى 3 سنين من لا هجوم لا لا ما بتحمل يعني انا قريت باحد المقالات اكثر هجوم تعرض له رئيس عربي هو الرئيس الجنرال ميشيل عون بتتحمل هيدا اللي لا صار لا لا الحمد شو كنت بتعمل انا باحد الحلقات كان معي وئام وهاب هلا بدي اسرع بدي هلا يعني قال لي لو انا تعرضت لاقل من هيدا الهجوم تعرف انت رديت فعله قد ايش هي قاسيه شو كنت بتعمل ولا زالوا عم يتعرضوا هن والله ليك ما حقلي انا عم لك بغض النظر اذا والله ما بعرف هلا كل شيء وقته حلو والله ما بعرف شو بدي اعمل وقتها او شو وقت انا بتعرض يعني تفكري يعني على قد يعني في تعرض قوي إيه بس يعني بس هالقد بس لاني الحمد لله يعني بقول لهم للشباب اللي حوالي ما حدا يخبرني شيء ما حدا يقول لي مين حكى مين ما حكى يعني فضي راسك مثل ما خلص ريح راسك ايش في شغل راسي فيهم يعني انا شغلي يعني اذا بتفكر فيهم مثلهم بدي ارجع لورا 100% انا عم فكر لقدام انا اذا فيني اعمل شيء فيني اعمل انجاز فيني اعمل تطور فيني اعمل عمل ناجح انا هذا بعتبره هذا بيروح كل هالحكي بيروح كل هالحكي اكيد طيب انت مع اللي تعرضوا له 100% يعني ولا قد ايه بتعطي نسبه الناس حق على المكشوف اليوم لا لا محاضره فيك تقول اللي بدك في محل معينه يعني اليوم العهد كان ما في حدا كامل لانه لا كامل لله بس كان العهد كان في امل انه يكون حالي انقاذي لهالبلد عامل حالي صداميه يعني مع الناس بنسبة قد ايه؟ 50% 60% بيد لأن أنا من الناس اللي حكيت كمان أنا من أحد التصاريح كان تصريحي كثير شديد هذا حكي من 2019 أو 19 تندم لما بتعمل خطابات قاسية أو تصريح قاسي؟ لا لا, لا 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 لأني أنا مقتنع فيه كيف بدي أحكي ليش ما كنت بحكي أبدا 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 خطاباتك هلا حتكون قاسية؟ محل معين ما بعرف يعني كل شيء شو بيفرض الواقع علي ما بعرف طيب بدي احكي اللي بقلبي لان انتبهي انا بس كون عم احكي بسقف عالي بكون انفعال ردة فعل انه بكون صابر علي يوم يعني كلمه الحق شهر بدي احكيها لو على نفسي بدي يعني انت اليوم قصدك انه كلمه الحق بتنقال لما بتكون هالقد سقفك عالي بدي احكيها لو على نفسي لو انا مغلط بحكي على حتى على فريقك وحتى على فريقي شو انا هي شو انا فريق بحكي له بقول شيخ سعد كان عنده بطانه للاسف ما كانت تحمي بشو اخطا الشيخ سعد الحريري؟ ما اخطات الشيخ سعد انا بقول على البطانه تبعته بس ما عنده اخطاء انا وقت كنت معه من 2018 لل 2022 كان كثير يعني شوف الرؤيه اللي كان يحكيها انه كان عنده رؤيه وطنيه ما كان عنده راي طائفي وكان يحب انه فعلا البلد يضوي يعني ينور ينتعش ينطلق هذا الجانب اللي كنت اشوفه فيه انا يعني ما كنت اشوفه بغير جانب يعني ولكن انصدم بعده محلات ومن عده اصحاب ومن عده احباب ومن عده ناس اللي حواليه هن اللي وصلوا لهون يعني جزء من اللي حواليه جزء من يمكن القرارات اللي اخذها هو بمحل معين يمكن دفع ثمنها يمكن بتعرفي يعني ما بده مين يعني بما انه عم تحكي شوي عن رئيس سعد الحريري هل صح ما يقال انه انتم بالمجلس النواب مثل ما قلت لك يعني مثل ما بقولوا 10 نواب كما يقال تابعين بطريقه ما لتيار المستقبل وبترجعوا بقرارات معينه للاستاذ احمد الحريري شو رايك انا عم بسالك انا ما بعرف يقال طيب كل هالحكي اللي حكيته انا يعني جواب ما صار عندك الجواب؟ انا بدي جاوب الناس مش تجاوبني، انا عندي جوابات كلهم. هن الناس ما سمعوني صار من اول ما حكيت لهلا ما عرفوا الجواب؟ بلى بدون يكونوا عرفوا، بس بدي تحديدا الاستاذ احمد الحريري ما بسمح لنفسنا حدا يعطينا اوامر. انا ما قلت يعطينا انا تعليمات. في فرق هون، انا ما قلت اوامر ولا حدا يعطينا راي. قلت انا من اول شيء نحن ما في حدا فوق راسنا ابدا انا ما قلت اوامر انا ما قلت اوامر شو قلت هلا انا حددت لك بتنسقوا ساعات ببعض الخطوات ولا تنسيق يعني الامر غير التنسيق ولا تنسيق حتى ولا تنسيق ولا تنسيق ولا شيء ابدا يعني كل ما يحكى غلط ولا في منه 1% صح